السلام عليكم أعزائي المتابعين أينما كنتم حياكم الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو القصير الذي من خلاله سأتطرق إلى حل مشكلة لا يعاني منها الكثير من الإخوة والأخوات، وهي ارتفاع درجة حرارة الهاتف. فماذا أفعل في حالة ارتفاع درجة حرارة الهاتف؟ رجاء عندما يرتفع درجة حرارة الهاتف لا تقم بوضع الهاتف في الثلاجة، لأن هذه العملية مع تكرارها ستؤدي إلى تعطيل الهاتف. لماذا سيتعطل الهاتف؟ بكل بساطة، درجة حرارة الهاتف تكون مرتفعة، وعندما تضعه في درجة حرارة منخفضة جدا ما يحصل هو أنه ستظهر شقوق ميكروسكوبية على المذربورد وبالتالي أو اللوحة الأم، وبالتالي سيتعطل الهاتف. لهذا رجاء سنستخدم هنا تطبيق اسمه كولر ماستر. دور هذا التطبيق هو أنه يقوم بالكشف عن التطبيقات المسؤولة في ارتفاع درجة حرارة الهاتف. فكما تشاهدون معي الآن عند تشغيل تطبيق كولر ماستر والذي يمكنكم تحمله من على الجوجل بلاي، ستجدون أن درجة حرارة الهاتف هي 20. عندما ننقر على ديتكت اوفر هيتين ابس، هذا الزر الموجود في الأسفل هنا، عندما ننقر عليه فلا. إذن عندما ننقر عليه نجد أن التطبيق سيقوم بعمل مسح للتطبيقات التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة الهاتف. كما تشاهدون معي هنا نجد أن هناك 4 تطبيقات تقوم برفع درجة حرارة الهاتف. سنجد هنا زر باللون الأزرق Clean Up، ننقر عليه ويقوم التطبيق بحذف هذه التطبيقات أو إغلاق هذه التطبيقات عفوا لكي يسمح بتبريد درجة حرارة الهاتف. في نفس الوقت الذي قام هذا التطبيق بالكشف عن التطبيقات التي تقوم برفع درجة حرارة الهاتف، فلا زالت هناك تطبيقات أخرى تعمل مثل فيسبوك، تطبيقات أخرى، تطبيقات راديو إلى غير ذلك. هذه التطبيقات لا تقوم برفع درجة حرارة الهاتف، وبالتالي يمكنك استخدامها بدون مشاكل. إذا ما حاولت أن تذهب إلى جوجل بلاي وتبحث عن التطبيق، ستجد يعني في التعليقات أن يعني عدد كبير جدا من الناس تشكر هذا التطبيق وعليه. فكتجربتي كذلك الشخصية، هذا التطبيق بالفعل يستطيع أن يقوم بتبريد الهاتف، وبالتالي يمكنك استخدامه وتجربته كذلك، وطرح تجربتك في تعليق على هذا الفيديو. غير ذلك أتمنى سبقا أن يكون قد أعجبكم موضوع حلقة اليوم، وأضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لننضم إلى أزيد من 1,200,000 مشترك، وكذلك الالتحاق بصفحتنا على فيسبوك وكذلك موقعنا الرسمي. إلى اللقاء.